اعرف يعني معظمكم يشعر بقلق كبير ومتوتر من حال السوق مال الكريبتو، سعر بيتكوين بتراجع وبقيه العملات والمشاريع ايضا بسبب بيتكوين، ومنكم يتساءل يعني هل دخلنا بير ماركت، هل يعني هاي النهايه؟ فخلينا نسولف الموضوع شويه ونشوف شنو اللي دا يصير، شنو اسباب الخوف والتشاؤم، واذا اكو ايجابيات يعني تستحق نعرفها. حاليا يعني نعيش بسوق متقلب ويمكن باتجاه واحد فتره طويله بين 60 و 70 الف كان بيتكوين سايدويز مثل ما يقولون. لما السوق يكون بهذا الشكل الناس تخاف وتحس بضغط قوي، هواي يقولون ليش ما اشترينا لما كان اقل، قسم يقولون ليش اشترينا لما كان غالي، استثمرنا زايد. فاكيد اكو غضب واحباط هواي، وايضا بالسوشيال ميديا يعني دا اشوف تحسهم يتكلمون فقط من اجل الكلام. بس خلي اسالكم، هل هاي اول مره تصير؟ لما نزل البيتكوين قبل سنتين او اقل ال 15 الف، ايش صار وراها؟ شنو اسباب الهبوط هذا اللي صار قبل سنتين؟ انهيارات ضخمة في تيرا لونا، مليارات راحت، FTX مليارات راحت، سيلسيوس، فويجر، مليارات ومليارات راحت. الان شنو اللي يصير؟ الان عندنا مثلا اولا المانيا عندهم شوية اقل من 3 مليارات بالبيتكوين، صادروها من منصة قرصنة افلام وبدأوا يبيعون، باعوا كل 3 مليارات، لا باعوا في 300 مليون تقريبا من عندها، والناس يقولوا ممكن يبيعون اكثر. ثانيا عندنا مونت جوكس المنصة اليابانية اللي تهكرت قبل 10 سنين كانت أكبر منصة وراحت منها 850 ألف بيتكوين. عندهم تصور تقريبا باقية 140 ألف بيتكوين قيمتها حدود 9 مليارات دولار، رقم كبير. وناوين هذا الشهر مثل ما قالوا احتمال كبير يرجعون هاي يعني هاي الأصول للعملاء اللي خسروا فلوسهم. هذا ضغط كبير على البيتكوين للسوق كله. بس مو كلها بيتكوين حيرجعوها، قسم كاش راح يرجعوها، وما نعرف اذا اللي ياخذ هاي البيتكوين راح يبيع، لانه من تتوزع يعني السعر ينزل. فهل ممكن يبيعون رغم انه السعر نازل؟ انا اشك يعني، رغم انه مشتريهم هم بحدود الالف دولار، حتى لو نزل بيتكوين ل 40 الف يكونون ربحانين يعني 40x. بس ليش ما ينتظرون شوي يصير 80 الف ويبيعوها بضعف؟ ثالثا عندنا الانتخابات الامريكيه، ستاندرد تشارترد المؤسسة البنك الكبير قالوا إذا بايدن انسحب البيتكوين يوصل 50 ألف. بايدن الرئيس الحالي لأمريكا وضع حرج بالانتخابات بعد المناظرة ويا ترامب، وأيضا طلعت مقالة بالنيويورك تايمز البارحة تقول أنه أحد المقربين من بايدن تكلم وياهم ويا نيويورك تايمز بس ما فصح عن اسمه، وقال أنه بايدن قال له أنه يفكر بالانسحاب الانتخابات. هذا خوف السوق كل شوية، لأنه معناها تصير فوضى. بس البيت الأبيض قالوا هذا الكلام مو صحيح أبدا. بالمقابل صحيح ما نعرف منو هذا الشخص اللي قال هذا الكلام، بس نيويورك تايمز اولا ما يكذبون عاده، ثانيا هم اتجاهاتهم ديمقراطيه، يعني شنو مصلحتهم ان يكذبون؟ فيمكن اكو شيء بالموضوع. خلينا نسولف بالايجابيات الان. اولا اذا فاز ترامب يقولون يعني البيتكوين يصعد، لانه هو يقول انا احب البيتكوين، وطبعا ما يعرف شنو البيتكوين وهو يكذب دائما، حطوا هاي ببالكم. بس هاي تجيب له اصوات، هذا ممكن يدفع السوق للصعود حتى لو ده يكذب. ما أتمنى يصير رئيس حتى لو يصير البيتكوين 100 ألف، لأن ما أريد رئيس أمريكي يكون واحد مجرم مكذاب ويكره الشرق الأوسط وصديق للدكتاتورين، يكره الديمقراطية، عنصري، أسباب أخرى ما أقدر أعددها لأنه نتكلم عن الكريبتو هنا مو عن ترامب الخبل. بس على الورق الآن هو بالصدارة، وهذا ممكن يتغير. بس يعني أتصور إذا جابوا مرشح جديد ديمقراطيين ما راح يساعدهم، أتصور فرصة بايدن الأفضل. بس خلينا نكون واقعين، ترامب هو المرشح الأول حاليا ويقول أدعم الكريبتو، هذا إيجابي للسوق. شيء إيجابي آخر أنه قريب 9 تريليونات دولار، يعني 9,000 مليار دولار كاش محطوط على صفحة. ليش؟ لأن الفائدة عالية، يقولون إحنا نأخذ 5% فائدة ونتغلب على التضخم، قيمة فلوس تتوقع بس التضخم 3%، يعني إيش قد يربحون 2%؟ هل هذا استثمار؟ يعني خوش استثمار هاي؟ ما أدري. عندنا قريبا راح تخفض الفائدة، وهي راح تكون دفعة قوية للسوق، هاي شغلة أخرى. شوكت ما شوكت ما أعرف، بس يعني جيروم باول قال حنسوي تخفيض واحد، ورغم أنه الأرقام الاقتصادية الأيام كلها سيئة، يعني مثل ما يريد جيروم باول مدير الفيدرالي اللي قرر سعر الفائدة، بس بعدهم يقولون أنه هذا مو كافي والسوق بعده قوي. بس الدولار والعملات الفيات كلها قوتها الشرائية تقل، هم يعرفون هذا أهل 9 تريليونات، بس ينتظرون وين يستثمرون. هنا يجي دور منه بلاك روك. وقول بلاك روك، ما أذكر بقية الشركات اللي عندهم صناديق ETF، لأن بلاك روك هو يعتقدون أنه هم يديرون العالم،
يعني يديرون 10 تريليون دولار بالاستثمارات ومديرهم لاري فينك يعني صوت قوي جدا جدا بالعالم. وايضا بلاك روك كل صناديق الاي تي اف من تبيع لما تخاف وتبيع هم الوحيدين لو ما يشترون لو يشترون بس ما يبيعون. تتخيلون بلاك روك ما يعرفون ايش يسوون؟ هل هم مستعدين يخسرون لما يهبط البيتكوين؟ فكروا بيها. الان هاي 9 تريليونات الكاش اللي على صفحه يدون يستثمرون وين يروحون؟ العقارات بها مشاكل وغاليه، الذهب بمكانه، وين يستثمرون؟ بالاسهم؟ اوكي ممكن بالاسهم بس كلها لا. عندنا بلاك روك اللي هي مثل ما قلنا يعني اكبر شركه اداره اصول بالعالم راح يبدون يروحون لهم يسوقوا لها يقولون للمستثمرين تعالوا استثمروا بالبيتكوين، احنا بلاك روك احنا نعرف شلون ندير هاي صناديق، نسبه اجورنا قليله والبيتكوين هو الوحيد بال15 سنه الاخيره يحقق ارباح خياليه. ف9 تريليونات اذا 10% من عاد تقتنع تدخل هاي تخلي بيتكوين يصير اكبر من اكبر شركه بالعالم بالقيمه السوقيه. منو نفيديا اكبر شركه بالعالم الان على الورق، بس احنا لما تطلع مليارين السوق يخاف ينزل 10%، شلون العدد اذا دخلت به تريليون مثلا ايش قد يصعد ايش قد يصير؟ طبعا ما تصير بيوم وليله بس ممكن تصير، ما يحتاج 10%، 1% من هاي الفلوس من 9 تريليونات كافي تدخل بالبيتكوين بحيث يخلي البيتكوين يوصل 250,000 برأيي الشخصي اذا مو اكثر. فتذكروا حاليا ما عندنا تيرا لونا، ما عندنا اف تي اكس 30 مليار يمكن راحت تقريبا، الان عندنا 12 مليار بالبيتكوين ممكن تدخل السوق من مانت جوكس من المانيا يمكن ايضا من امريكا مستقبلا، يعني هم عندهم امريكا شويه ممكن ناس يبيعون بس مو كلهم، قسم منهم يبيعون من دولة تجيهم هاي البيتكوين. فش قد هذا؟ كل البيتكوين؟ نص البيتكوين بالعالم؟ ربع البيتكوين؟ لا حتى ولا نص ولا ربع بالمية من البيتكوين الموجود. قبل ما تخافون يعني سألوا نفسكم شنو الأساسيات؟ أكو 21 مليون بيتكوين فقط، المؤسسات بدأت تستثمر بقوة وهاي المؤسسات بدأت تستثمر الآن هاي السنة. تعرفون شنو يعني هذا؟ يعني إحنا بالبداية، مو تقول لي فاتني القطار، هذا ممكن تقوله لما يصير البيتكوين مليون دولار تقول أي باك كان 60,000 59,000 ما اشتريت، مع العلم إشارات كلها تقول العالم يتمنى الكريبتو والبيتكوين. أيضا افتح الخط البياني للبيتكوين آخر 15 سنة راح تشوف أنه هذا اللي يصير عادي جدا، شايفين بلاوي أكبر من عدة. رجع البيتكوين لأرقام قياسية مرة أخرى، هذا هو البيتكوين دائما يحقق أرقام قياسية بعد هبوط. والآن إحنا بالبداية، بعدنا بالبداية. برأيي مثل ما نسينا FTX وتيرا لونا والصين وهالمشاكل اللي نزلت بيتكوين، مثل مانت جوكس وألمانيا وشغلات هاي تصير كلها أخبار قديمة وبيتكوين يتعافى وننساها. تذكرون قبل سنة طلعت فيديو قلت لكم بيتكوين الآن 27,000 دولار، اشتروا 10% أشر بيتكوين يعني 2700 دولار مو بيتكوين واحدة، وراح تشكروني. كم واحد اشترى؟ الآن صارت خلينا نقول 60,000 يعني ضعف تقريبا. اكو بنك يعطيكم هاي العوائد؟ هاي قبل سنه الان. تتصور بس انا يعني تصورون بس انا اعرف هاي الحقيقه؟ لو بلاك روك ايضا يعرفون هاي الحقيقه. فهاي التحديات تعلمنا وتخلينا اقوى، واذا انت بالكريبتو من زمان ولا يهمك ولا مهتم.